بداية موافقة ل 2022، الزيت ما فماش، العظام ما فماش، الفرينة ما فماش، السميد ما فماش، شنو هو هذا؟ وين ماشيين؟ الخضرة غالية، اللحم غالي، الزيت ما فماش، يعطوا فيه بالوجوه الزيت يعطوا فيه. الزيت بالوجوه؟ بالوجوه الزيت يعطوا فيه، صدقني ونعرفهم حق المعرفة. ويهبطوه لجيرانهم، وإحنا ما يعطوناش، السكر كيف كيف، الروس كيف كيف. ما نعرفش، ربي ان شاء الله يقدر الخير وكه. اللوح والقفه، اللوحة في الزبله وفي الطوفه لك، انتهى الموضوع. حتى تفسير اخر. باش نقعدوا كل مره نشكاو وكل مره هاو ما احتكار هاو جماعه المضربين هاو جماعه كلام هذا كل مره. في غياب الدوله ومسكها بزمام الامور، الامور متواصله باش نقعدوا مواصلين. مسلسل مش في تنحى، المواطن الزوالي هو سانس عنده كلمه زوالي مش تبدل مش في تنحى. يلمك القفه هذيك في يديه يهزها تعيشها في الزبله وانتهى الموضوع توبة الحكايه. وانا تاجر نخدم بابا عندي 40 سنه نخدم في الزيت خويا، معناها باش تمشي تمشي الشركه تو باش تاخذ 5 ملايين 7 ملايين سلام يعطيك، معناها صندوق زيت ما يحكم عليك يفرض عليك تاخذ السلعه هذه الكل، وكيفاش تاخذ صندوق زيت معناها يحط لك في الفاتوره معناها الزيت هذاك ما يقيدوش، وتقعد انت معناها الكليون باش تعطيه جاي يطلبك في دبوزه زيت كان اعطيته، معناها مش تعطي 12 واحد كان ما تعطيش معناها قرب له، الزيت تو خويا مش موجود، السكر مش موجود، فرينه مش موجوده، مش كان العظم قوه ربي في اربع ايام شوف اشترت ومن انا بعتها ب 160 وبعتها ب 200 و200 240 تو العظم وصلت 1400 و1500 والعظم يعطيها لك كان بال يعرفك ويخدم معك وانت تخدم معاه قبل وزيد تعطيه فلوس قبل باربع خمس ايام باش تعطيك 50 و60 عرس عظم باش تخدم به. ما عندنا باش نمشوا وبلادنا ماهيش باش تقيم لها حتى قايم. فوالا. شبيك ياسر متشائم؟ ايه مانيش متشائم، هذا حاله البلاد جاونا به ان شاء الله نحرقوا كاو. باش نبقوا ديما كيكه ما دام دوله فارغه خويا. ما دام البيع من الفايده راقديا خويا يعبوا فو يعملوا في الباكوات خويا، ما بيسبق ديما كل شيء ما فماش، كان لهين بالاقتصاد راهو عندنا اعز اقتصاد، عندنا من اعز الاقتصاد في العالم زاد. والقادم اسوء، مازلنا باش نشوفوا على الوضع الموجود توا باش نشوفوا ظروف اصعب من هكا، خاطر ما فماش حتى رؤيه في البلاد، ما فماش حتى استراتيجي. ماشيين على الهامش. اللي عنده شهرية هكا عايش، ينجم يهبط الكارفور، يهبط لأي بلاصة يقضي ويروح، ما يهموش فك الزوالي اللي يعيش ب 200 ألف و 180، ما يهموش فيه. وبعد كي تمشي الحانوت، أنا واحدة من الناس نمشي الحانوت ونقول له أعطيني إيه ترازيت، يقول لي لا ماكش تقضي من عندي، ما نعطيكش. معناتها الزيت تعطى بالوجوه، معناتها تقضي من عنده يعطيك هكا. الزيت بالوجوه والعظم بالوجوه، وتتخبى الكليكا ومن بعد تطلع لسي فلان وسي فلان وسي فلان. في الجم موجود معناها عند رجال اعمال معناها كبار، كي مش لازم نسماهم ذكرهم خاطر واحد تولي يشرف فيهم ولا واحد، اما السلعه موجوده تمشي توا للجم، تمشي لبن عروس، تمشي السوق نتاع تلقى الدبويات تحت الارض، السلعه توا موجوده متخزنه تقدم 20 سنه و30 سنه قدام، اما احتكار ويحبوا معناها يشعلوا العافيه ويحبوا الدنيا تشعل ويحبوا هكاك، هذه النهضه حبت هكاك. هما اصلا هذا من الخذاو جاو معناها في بيننا احنا قلال لو زواو لو في بيننا ناس يعرفوا الدين وانتخبناهم، انا لو انتخبت مرتي اولادي الدنيا الكل انتخبناهم، في الاخر تفرج تشوف المصايب، راك تشوف الواحد معناها شهر مسكين الله منه، الشهر الله منه، شهر مسكين 10 8 7 ثم كليونات تو نسالهم ونوريك الراس تشوفها مساكن مش يقلبني ما قابش يخلص ما عندوش. خيب لي ياخذ 800 700 الف وعنده ربع يقراو وكريب 400 500 الف، كيفاش تحبوا باش يعيش؟ كيفاش تحبوا باش يخلصني انا ويخلص غيري؟ هذيك هي باب يحبوا هكاك، يحبوا البلاد تقف ويحبونا معناها جواعه في كروشنا، وانا جواعه شفت. الدوله هذيا اللي حاكمينها بيدهم فساد. لتو نعيشوا في الفساد، معناها عملنا ثوره 2011 لتو نعانيوا فيها، معناها اللي صار قبل تو مازلنا نعانيوا فيه. كيف قلت تمشي للعطار اي ترازيت ما تلقاهاش، وتمشي للدبوات تاع المحتكرين تلقى ترانت. ترانت مزيت الزيت كيفاش يخرج للكبارات نتاع الدوله؟ كيفاه قل؟ الرافعه مزيت يمشي لكبارات الدوله والزويلي هاكا معاه ربي وكا. كبارات تضرب في الزيت، تضرب في الفلوس، تضرب في كل شيء، كل شيء يوصل له لداره، ولاده يقروا احسن قرايه، يعيشوا احسن عيشه، كفلوسهم ماشيه، الزويلي عفس عليها. هذه فساد مجتمع مش فساد قطاعات. فهمت؟ الله غالب، المجتمع التونسي كله يفكر بنفس عنده نفس الفكرة ونفس الثقافة ونفس الوعد، كل حد في تونس توا شكون يعدي على صاحبه يقولوا احنا بالعربية عقبها عليه، هذاك هو كلها تفكر كيف.
في كل القطاعات، سواء القطاعات معناها في الصحة، في التعليم، في التجارة، في الفلاحة، في الكل، شكون يعدي على صاحبه وشكون يخلص الفاتورة؟ هكا المواطن الذي لا حول ولا قوة له. اليوم باش تعبي قفة فيها لحم وحوت وخضرة وغلة ولا حلم مستحيل تحقيقه؟ لا تنجم خويا تعبي قفة في تونس، فيها لحم وفيها دجاج وكل شيء. فيها لحم ودجاج وحوت وخضرة وغلة. الكل، لا ما تمشي تاخذ قرض من البنك يا زلمة. تمشي البنك خويا تاخذ قرض تعبي قفة خويا. تروح على الدار المرأة تقول لك مصروف وقول له فيها خذيتي غلة وخضرة تعبي تزيدي فلوس يزي فيها البرك. لا دائما الأحلام المستحيلة ما ينجمش يعبي. يحلم ممكن في المنام يرى روحه يعبى قفة، أما هو مستحيل في الواقع. نحسبوها بعضنا يا بابا، أنا توا باش نعطيك قفة ونهزك معايا المرش، يقول لك حط لي فيها حوت، حط لي فيها لحم، وحط لي فيها خضرة وغلة وتجيش، قداش تكلف هكاك؟ تكلف 70 دينار 80. الجمعة هذه؟ لا ما تكمل الجمعة، تكمل 4 أيام 5 أيام ماكسيموم. 100,000. 100,000 هذه نتاع الشهر كامل؟ نتاع جمعة فما 400,000 كان مش أكثر. بيان سور ماكش كل يوم باش تاكل اللحم، معناها بالك في الشهر ده تاكل مرة برك اللحم، سينون تكملوا بالخضرة كان موجودة بيان سور. أما كما قلت لك نرجعوا نفس البداية اللي الأولويات الزيت وكل ما فماش، دونك يحليل المواطن. مسكين المواطن والله مسكين، ما قاش منين معناها. مازالت قفة هي تاع أكل الكفاف تاع قبل تما فيها، ولا اللي يبداو يكركلوا فيها زم الناس يقول لك هز معايا عرب الخفة. ما عادش اسمعني، شوف كيف ما كنتم يغلى عليكم، هذاك هو عقلية الشعب كامل وثقافته وكذا واحد منا. وانا نعطيك حاجة نأكدها لك، 22 خير من 23 و 23 خير من 24، لأن علاش؟ الأخلاق عملت الدهور، ولكن وفات الأخلاق إنما الأمم الأخلاق وما بقيت. قال يتحركوا خويا في الدولة، نظفوا لنا البلاد خويا، ما نحبوا على شباب يخدم خويا ما يحرقش، أنا مانيش حارقين خويا. لا عاد حارقين لا عاد عاملين حد شيء خويا، خدمونا خلونا نخدموا نتحركوا تو نعاونوا نحن يا خويا، عملوا كل يا خويا هاو نداء خويا للدولة هذايا خويا، حاجة سهلة على الآخر خويا. مشاريع ما قلتوا ما تنحوش فلوس مشاريع، هذه نحي كل واحد دينار، كل واحد دينار، دينار فرنك مشاريع، تعمل برشا فلوس خويا، تعمل برشا فلوس ورجعونا الاقتصاد، خلونا نعيشوا مع خويا ما نعيشوش بالبرشا، نعيشوا لاباس، مستوري، تاكل وتشرب وحمد لله لاباس، نحن من عاد بن علي من عاد لبي مش من عاد بن علي، معروفة تونس ماكش باش تكون فيها. تاكل وتشرب على الاقل تاكل وتشرب حاجه نظيفه. انت ريت الزويلي تو فرحان في تونس؟ عمرك ما تراه الزويلي فرحان فيه. علاش؟ خاطر ما ينجمش يفرح، خاطر يفرح اليوم غدوه تاب تعليم سيبه جديده. اليوم هاو تعشى غدوه الله اعلم، اليوم هاو القابش يصرف غدوه الله اعلم. تخدم ما تخلطش، تسرق يشدوك، ما نعرفش شنيا اي حاجه تحب تعملها في الاحلال ديما لازم يفسدوها لك. في الاجتياح الاولاني نتاع حرب الخليج في العراق سنه 90 91 المحتكرين اعتقدوا اللي صدام حسين ما عادش انتهى، عملوا نفس العمليه هذه نتاع اللي عملوا فيها تونس، رجعت السلطه في التلقائيه لصدام حسين 200 اعدمهم مباشره قدام الخلق الكل اعدام. هذوما ناس اللي يقولوا كيما نقول لك يلعب لك بقوتك يلعب لك بموتك. إذا كان أنت ما زلت متساهل معهم ما زلت مراقبة من الإدارية ومراقبة كلام فارغ هذايا. هذايا نتيجة معناها ديكيميل فهمت تراكمات وصلت للوضعية هذه فهمت من ناحية معناها ما ثماش وضوح تام في السياسة العامة نتاع البلاد. هذايا تنجر عليه برشا مشاكل وإشكاليات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فهمت، وذلك حال تونس أحلى توا في أعمى في الـ في الـ في الـ في هكا يمشي هكاك تفهم فيا ولا وين هو يمشي وقت باش يضربوا الحيط فك هو. عندنا ثقة في قيس سعيد ديجا هك تشوف معناها نورمالمون هكا يحرك شوية باش يشد لنا الريوس الكبار وان شاء الله معناها الجاي خير، عرفت متفائلين شويه معناها بيه معناها فهمتني، وان شاء الله ان شاء الله انا نستناه وبالك ينجم يكون 2022 ينجم يتبدل.